صح فطوركم صح شربتكم في الاستوديو الاولاد الاخضر يوسف ووائل جمعه، وتحيه للساده المشاهدين عبر قنوات البين سبورتس. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. رمضان يتواصل باجوائه وكره القدم تواصل باجوائها الافريقيه من خلال قنوات البين سبورتس. وبيب الخطيب يحضر مباراه القمه ديربي الشمال الافريقي الكلاسيكو المغربي المصري، القمه الاهلاويه الرجويه هنا على استاد ملعب السلام. 20,000 من المتفرجين ومن الانصار من العشاق ومن مجانين كره القدم من احباء القلعه الحمراء ومن المتيمين بالنصور الخضراء. مباراه قمه، مباراه كبار، مباراه الاهلي 10 نجوم على القميص، الرجاء ثاني الفرق المغاربيه تتسع. هدف محمد شوقي القلعه الحمراء خطيره العرضيه، يخرج الزنيتي انس الزنيتي بصعوبة وكورة في ضربة مرمى، مرت سلامات من أمام عبد القادر، فرصة كبيرة، فرصة كبيرة إصابة شرس. وأمام نتائج الديربي ضد النادي الأهلي أو حورية 2-1، إذا هو فريق بهذه الأرقام بهذه النتائج يعرف يسافر. اللي يربح في الجزائر وجنوب جيبوا الغندور يتكلم، جيبوا الجويني يحلل، جيبوا قربولو يمشيوا له، قال بينالتي للنادي الأهلي. 10 دقائق لعب في الشوط الأول، قال له يدو هي اللي مشيت يا وانس، يتقدم الدول المصري وهدف الاول للنادي الاهلي. 1-0 للقلعه الحمراء. المارد الاهلاوي يفتح باب التسجيل امام بوكا افريقيا نادي الرجاء الرياضي. 1-0 للنادي الاهلي. مباراه تبدا من نار، لقاء يبدا مولع وسط فرحه الانصار. تيرميناتور على مستوى دوري ابطال افريقيا من المركزه، تمشي كره من متولي حلوه من محسن. اذا سيناريو اللعب على الكونتر اتاك يلغى في قاموس هذا الديربي. لماذا؟ لانه لك الرباح 5-6 بطولات في 6 شهور. حاط لي بيرسي، بيرسي والهدف الثاني وممتاز انتهى زنيتي. يا شريف ضيع القاضي، يا شريف ضيع الكاو، شريف متولي خطيره جدا، نار 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 والكره خطيره، خطيره جدا الكره لمدكور. الفريق الرجاوي يعطي الانتباه. فاد الحسم في كازا عرضيه وسال الاستنار بالخمسه مع التيمومي، عرضيه والهدف الثاني، عرضيه والهدف الثاني يا شريف، والشحات يسجل ثاني الاهداف. الشحطه يتقدم من هنا، يسجل الشحات الهدف الثاني. 2-0 بذكريات الشحطه في فيلم نور شريف، يكتب الشحات فيلم جديد بسيناريو اهلاوي جديد. الاهلي هو الاهلي، الاهلي في ارجع الكره مره اخرى للرجاء. فريق الرجاء في ماتش ريفيرونس مرجعي، مباراة 2-0 في ماتش كبير. بيرسي تاو ماذاين منذ قدومه للفريق الأحمر. مباراة تألق وتبدع في دور المجموعات، ما نتفائلش برشا. خطورة الرجاء، الفرصة للرجاوية يطالبون بضربة جزاء. أين ضربت الكورة؟ أحداد متأكد أنها ليهم، الحكم لم يراها ويقول العب. والكورة تمشي كورة خطيرة ملعوبة قريبة وخطيرة، فرصة للهدف الثالث من عبد القادر. اكتشفك الان انت فنان يا عبد القادر، انت دائما في الوسط خطيرة. لا 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 قطع نظر على التسلل، لا قطع نظر على التسلل. يزم جاي يهاجم الان، عرضية لاحداد، احداد احداد نقول يمشي الرجاء خطيرة، الرجاء الرياضي في فرص. احداد 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 حميد حميد يمشي الرجاوية خطيرة والحارس الشناوي قبل الجميع. ما هو شكل جيل نتاع تريكا يكمل من الخلف، ما هو لا نقول شيء. خطيرة وفرصة والزنيتي، الزنيتي صار لهم العلال والهزاز والزاكي، لولا زنيتي لخسر الكرة على الانطلاق. يلعب الكرة الشحات، شحاته بالراس والحارس طار عليها الزنيتي انس. شوط كبير من النادي الاهلي، شوط تاريخي للنادي الاهلي. وكرة تمشي كرة طويلة بالراس خطيرة، عرضية وكرة في ضربة المرمى، كرة في ضربة المرمى. واصرار المصراوية خطيرة جدا، والزيتي الشحات كرة خطيرة تمشي على اليمين، على اليمين حلوة ولكن في خطأ، في فاول، في فاول تستوجب ورقة صفراء. ماذا يقول؟ تمشي كرة خطيرة للرجاء، صعبة احداد الكرة الثانية في البرازيل. طويلة الكرة، شوف الكرة في الخطورة والكرة في الاسيست. حق جمعة في لاعب يلعب في نادي الهلال، خطيرة والهدف، الهدف الأول للرجاء، الرجاء الرياضي.